محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، ارفع صوتك تفضل. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. شيخ بس عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. نعم. أول شيء بخصوص عدم التوفيق شيخ، أنا أحس أن عدم التوفيق ملازمني من فترة شيخ، حتى في أصغر الأمور البسيطة. نعم. في الحياة العملية أو الحياة بأصغر الأمور البسيطة أحس أنه ملازمني شيخ. وما توفيق إلا بالله. مسألة عدم التوفيق هي مسألة يعني ترجع لله جل وعز، لها أسباب. يعني ربما العبد يحرم الرزق بذنب يصيبه كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، لكن أنا الذي أكاد أن أجزم به أن جل عدم التوفيق هو الوقوع في عقوق الأم. هذا ما أستطيع أن أجزم به، أن أغلب عدم التوفيق هو العقوق، هو إثارة غضب الوالدة. لأني لا أعلم رجل وفق في حياته إلا وتجد من ورائه أم هو لها بار، عدا ذلك يؤخذ ويرد. يعني تقول لي ذنوب، أقول لك من أهل، من هناك أصحاب الملايين ها وعندهم ذنوب، ووفقوا وعندهم ذنوب، هذا فضل من الله عز وجل. لكن أنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عقوبات لا يؤخرها، منها العقوق. فأنت إذا الوالدة على قيد الحياة التمس قدمها، فإذا وفقت فببرك لأمك، وإذا تعثرت فبغضب الوالد عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا رضا الرب من رضا الوالد، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم ما جاء رجل يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أتيتك من أبوي، من عندي أبوي، وتركتهما يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وهو يذهب للجهاد، وما حاذ النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه بسبب أن الأم تبكي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال له أمك حية على قيد الحياة؟ قال نعم. قال إلزم قدمها فثم الجنة. وهو جهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج للمجاهدين أنذاك، وما حاذ أرجعه بسبب أمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ابنا ولجهاد هو يحتاجه ولجندي يحتاجه بسبب الأم، فكيف تأمل أن توفق في حياة الإنسان يبكي أمه ويدميها ويظلمها ويدخل في عقوقها ثم يطلب من ربه التوفيق؟ لهذا أنا أكاد أجزم أن كل إنسان لم يوفق انظر كيف تعامل مع أمه، وإلى كل إنسان وفقه الله في حياته ولو كان ملحدا انظر كيف تعامل مع أمه. نعم والله أعلم. صحيح يا شيخ، بس الحمد لله يعني أنا بار في الوالدة والوالد والحمد لله يعني. بس برغم هذا الشيء يعني ما أي مشاكل والحمد لله أنا بار الوالدة والوالد. بس شيخ يعني مثل ما قلت لك أنا نفس الشيء، بحس إنه عدم التوفيق في أصغر الأمور حتى. وعندي بعد إذنك شيخ سؤال ثاني لو سمحت. نعم تفضل. بخصوص الدعاء شيخ، هل الدعاء بغير القدر؟ نعم الدعاء يبدل القدر ويغير القدر بأمر الله جل وعز. تمام. لكن تفضل. نعم. وشيخ بس بعد إذنك آخر شيء الحين، لو ممكن إني أنا أدعي بأسلوبي، أنا مش يعني بالأسلوب العاطفي ولكن مع احترام إني أنا بخاطب ربنا. الله لا تختلف عليه اللغات، خاطب. نعم. ربك جل وعز كما تخاطب أعز الناس إليك. تمام. كلمه بلغتك العامية. نعم. وآخر شيء آسف على الإطالة شيخ. الحين أنا لو دعيت مثلا أن ربنا يغير شعور إنسان اتجاهي، فهل ممكن أن يكون من هذه الأدعية المقبولة ولا لا؟ طبعا الإنسان الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم غير مشاعر عمر بدعوة من عدو إلى صحابي. نعم. فتغيير مشاعر من حق الإنسان أن يدعو أن فلان يا رب يتغير مشاعره اتجاهي من حب لكراهية، من كراهية لحب، لا بأس في هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأناس بالهداية تحولوا من أعداء إلى صحابة. صحيح. فلا بأس في هذا. تمام. وشيخ بس آخر شيء، شو بتنصح الإصرار في الدعاء أو أوقات الدعاء أو في أي وقت ممكن؟ الإصرار في الدعاء، الله يحب العبد اللحوح، هذه شغلة. لا تظن أن الله يمل من دعائك، ادعو الله بما شئت كيف ما شئت ومتى شئت. أفضل أوقات الدعاء بحكم نظري للنصوص
لها مواطن كثيرة، سواء عند المطر، عند الصدقة، عند مثلا بين الأذنين بعد العصر أو آخر ساعة من العصر في يوم الجمعة، عند رقي الإمام للمنبر، عدة مواطن. لكن أنا لو سألتني أفضل موطن للدعاء هو وقت الاضطرار. هو وقت الاضطرار. الاضطرار بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أوقات إجابة الدعاء، صح؟ أخبرنا آخر ساعة من العصر، رقي الإمام، دعاء نزول المطر إلى النهاية، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل أخبرنا عن إجابة الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعا. فأنا عندي أفضل وقت للدعاء هو وقت الاضطرار مستجاب. وربما كثير من الناس سيخالفني، لكن أنا أستند لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا. نعم والله أعلم. شكرا يا محمد.